لحظات صعبة عاشتها في تلك اللحظة وهي ترى أمام عينيها مريض بحالة خطيرة أسعفته عائلته إلى المستشفى وهو يتلفظ أنفاسه الأخيرة، لكنها لم تفقد الأمل ولم تستسلم. طبيبة هرعت مسرعة نحو المريض وصعدت إلى جانبه على السادية محاولة إنقاذه على أمل إعادة النفس إليه مجدداً. نشاهد الموقف الإنساني والمهني الشجاع لهذه الطبيبة تجاه المريض. دعاء سلطاني تعمل بصفة طبيب في مستشفى القاسم العام في بابل، حيث رصدتها كاميرات المراقبة وهي تحاول مرارا وتكرارا انعاش قلب المريض الذي توقفت دقات قلبه عن النبض. حادثة مضى عليها أيام، إلا إنها ما تزال ضمن بوستات العراقيين من الناشطين عبر السوشيال ميديا، وحاز موقف هذه الطبيبة دعاء على ردود أفعال كثيرة. وقفنا لكم على بعض من تلك التعليقات وردود الأفعال الذي عقبت على محاولات هذه الطبيبة التي لم تيأس حتى اللحظة الأخيرة. وها هو التعليق الأول مع أبو نور السلطاني الذي يقول في تعليقه، أبو نور قال: ابنتي وحبيبتي الدكتورة دعاء، أبارك لك هذا الموقف الإنساني المشرف وأدعوك إلى بذل المزيد، أسأل الله تعالى يجعل التوفيق والنجاح حليفك إنه سميع الدعاء. تعليق آخر من نور كاظم تقول: نور، الطبيب لما يمتهن الإنسانية قبل الطب يكون هيج عمله صادق ومخلص ومن كل قلبه. الأطباء الشباب يتعبون ويهتمون للمريض، لذلك دائما نقول راجع طبيب شاب، مو تروح على طبيب كبران ومعجز وبالقوة ليوصف لك حالتك. تعليق آخر من حيدر حسين: ترى هذا واجبها وعملها، بس للأسف إحنا بالعراق أصبح ما يتصرف بإنسانية ننظر له إحنا والمجتمع بعين الدهشة والاستغراب، وخصوصا من ذوي المهن الصحية بالتحديد. تعليق من مصطفى الجبوري يقول: مصطفى، أتمنى من الدكتور أن يحذو دعاء الدكاترة، أن يحذون حذو دعاء لإنقاذ الحالات الخطرة وجعل الإنسانية والرحمة أمام أعينهم بمراعاة المرضى والمصابين، لأن حسابهم أمام الله عسير على تقصيرهم. ولو للأسف أغلب الأطباء مهنتهم تميل للتجارة لا للإنسانية، لأن بنظرهم المريض صفقة مربحة. تعليق من أم عباس تقول: أم عباس أيضا مأجورة على هذا العمل، هاي تستحق لقب دكتورة، بس بنفس الوقت أكو أطباء وطبيبات مسمومين من وراء خشومهم يتعاملون ويا المريض. عموما الله يرحم المريض المسكين ويحسن إليه ويصبر عائلته.